تحب تعلقي ست ماجي؟ بس بدي اقول قبل ما ودعك انه حضرتك حن يكون معنا لقاء ثاني لنحكي عن الكتاب اللي طلع واللي حكيته ست. شكرا كثير كثير مهم كثير حلو. عم تحكي من قلب محروق من قلب فاق يعني عم بفيد اهتمام وهيدا شيء كثير حلو وشجاعه انه انا حتى الشهاده انا مستعده لها اذا كان هيدا المطلوب وانه دعموا هيدا الاطفال دعموا. حقيقه المناظر اللي شفناها شيء ببكي الحجر ببكي الحجر يعني ما حدا انا ما بقدر اشوف بس يبلشوا يحكوا عن الموضوع مش عم بقدر اطلع لانه حاسه انه يعني عينيك عم بيبكوا دم مش دموع. اهم شيء ما نتعود ست ماجي هيدا اهم شيء ما نتعود. بس بدي اقول لك يبدو انه الغزو البري ما راح يصير العمليه البريه ما راح تصير يبدو انه راح توقف لانه خايفين كثير من رده الفعل. راح يصير في قصف والقصف طبعا عم بيقتل العالم عم بيقتل الاطفال قصف وحشي يعني غير مسبوق على العالم ما بتفرق معهم. وانت بتعرفي الاعلام بالعالم مسكين والصهاينه موجودين بكل اعلام العالم طبعاً. عم بتشوف فيديوهات طبعا هلا اللي عم بيقوموا ضدهم هن اصوات قليله بس اصوات ناس عندها اخلاق عندها شجاعه حتى بالعالم كله حتى في يهود من حزينه الانسانيه من حزينه الانسانيه وفي كثير بالعالم ضد يلي عم بيصير في ممثلين في كذا بس مين ماسك الاعلام بالعالم حتى مواقع التواصل الاجتماعي كله هن يعني الصهاينة موجودين عليه. هيدا اللي لازم ننتبه له ما ننجر ورا هالموجة أو شو هن بدهم بروباغندا اللي هن بدهم إياها. شكرا لك الإعلامية ماجي فرح. منلتقي إن شاء الله بظروف أحسن نحكي فيها عن أيضا عن كتابك. شكرا لك.